لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه الخير البرية. ثم إلى خصوصنا الوالد الحبيب علي بن سميط والوالد الحبيب رحمه الله العطس والدينا ووالديكم ومشايخنا خصوصنا أبي الحسن بن أحمد باهرون والحبيب قاسم بن أحمد بن أبوي سيد محمد بن علي المالك وصول انفرهم الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم السر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.